مشروب حيوي لا بديل له ولا غنى عنه، وكل من يعتقد أنه متوفر للجميع في كل زمان ومكان قد يصحو يوما ما على واقع مختلف. تعاني مناطق عدة من قلة مصادر المياه النظيفة، أو من مصادر كثيرة ولكن لمياه مالحة. دول عدة شيدت منشآت تحلية المياه المالحة لحل المشكلة، إلا أن بناء هذه المنشآت الكبيرة في أمريكا أغضب بعض الأمريكيين للأضرار التي ستخلفها. تعالوا معنا في هذه الرحلة البحثية لنتعرف على كيفية تعامل مواطني وحكومات دول مختلفة مع طرق تحلية المياه والحلول التي ستعتمدها لتأمين المياه النظيفة. في موقع ليس ببعيد عن سواحل مدينة كارزباد جنوب كاليفورنيا، تواصل أكبر منشأة للتحلية في أمريكا عملها اليومي. تعمل بالطاقة وتنتج نحو 200 مليون لتر من المياه المعالجة يومياً لتغطية 400 ألف منزل في مدينة سان دييغو. ثمة مشكلة واجهت بوسايدن، الشركة المنفذة للمنشأة التي افتتحتها في عام 2015. بعد مرور 22 عاماً في اتباع الإجراءات الحكومية لتنفيذ منشأة ثانية بكلفة 1.4 مليار دولار في منطقة هانتينغتون بيتش، رفضت لجنة كاليفورنيا الساحلية بناءً على تصويت السكان السماح بتنفيذ المشروع المدعوم من حاكم الولاية القلق على تأثير التغير المناخي. Science and the data leads us to now understand that we will lose 10% of our water supply by 2040. If all things The concern is for large desalination plants, the intake or the amount of water you have to pull into that plant can damage ocean creatures. هذا بيتر فيسك، مدير التحالف الوطني لابتكارات المياه في معهد لورنس بيركلي في كاليفورنيا. A second concern is once you've desalinated the water, you have essentially pulled away some fresh water, and what's left behind is an even saltier remainder called brine. That's about twice as salty as seawater. And if you just discharge that back into the ocean, and it can fall to the seafloor, and because it doesn't have any oxygen, it can smother sea life. وبما أن منشآت التحلية الكبيرة تحتاج لطاقة كهربائية أكبر، فمن الطبيعي ارتفاع فاتورة سكان المنطقة من 3 إلى 6 دولارات شهرياً. تلحق 16,000 منشأة لتحلية المياه موزعة حول العالم أضراراً بالبيئة بسبب المحلول الملحي الذي تنتجه. منشآت التحلية في السعودية وقطر والإمارات تساهم بنحو 55% في إنتاج هذا المحلول، إلى جانب الكلفة المرتفعة للطاقة اللازمة لضخ كميات كبيرة من المياه عبر أغشية لفصل المياه عن الملح. أضف إلى ذلك تأثيرها على تلوث الهواء. If you have a grid like California, where some of the energy supplied is from burning fossil fuels, you actually could increase carbon emissions. واللافت في الأمر أن أكبر 10 منشآت تحلية في العالم موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل، شيدت بقرارات الحكومات وليس بتصويت سكانها كما في أمريكا. يقدر أن 2.5% فقط من مياه كوكبنا تصلح للشرب، والكمية الأكبر هي مياه مالحة، فابتكر الإنسان أسلوب التحلية واعتمدها منذ عقود. وبعد ملاحظة أضرارها، درس الباحثون إمكانية تحلية المياه بالطاقة المتجددة. Solar power is not just an obvious source for powering desalination. It is in fact where a lot of this technology is going right now. في معهد MIT الأمريكي تقدم الخبراء بدراسات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، وابتكروا أيضا أجهزة محمولة تعمل بالطاقة الشمسية. My group has developed a portable desalination system. Portable desalination unit. يرى مخترعوها أنها ستمد سكان المناطق أو الجزر النائية أو مجتمعات اللاجئين بالمياه النظيفة. Collect the water.
الكثير من الحكومات ماضية في هذا الاتجاه أيضا. مصر مثلا تنوي منح تراخيص لشركات خاصة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية. السعودية أيضا تعمل على بناء منشأة تحلية المياه بالطاقة الشمسية لتبصر النور في 2025. وقد تلعب منشآت تحلية المياه صغيرة الحجم دوراً مهماً في تنويع مصادر الحصول على المياه النظيفة دون أضرار بيئية أو اقتصادية. في كاليفورنيا مثلاً، والتي تضم العديد من المنشآت الصغيرة، وافقت السلطات على بناء محطة دوهيني بعد رفضها لمحطة هانتينغتون بيتش الكبيرة. And there are two reasons. One is they're much smaller. And two, they're using a different type of intake. Rather than pulling the water directly out of the ocean where there are sea creatures living, they have an intake that's buried under the sand, which means the seafloor itself prevents ocean life from getting attached or caught or killed. I think that something around 10% of water supply from desalination makes a lot of sense in California. You don't want it to be 100% because that's very, very expensive. But you also don't want it to be zero, because then you have no resilience in those terrible moments like we're in now, where you have extreme water constraint and drought. Desalination is expensive, and so it shouldn't be the main source of water unless you have no other option. قد يدفع توظيف الطاقة المتجددة الحكومات والجهات المعنية للاستغناء عن منشآت التحلية الكبيرة، إلا أن أمراً كهذا ستحدده الدراسات والابتكارات القادمة في المستقبل القريب.